أولا نرى أنه لا ينبغي أن يوضع للإمام مثل هذا، لأنه ربما يشوش عليه ويلفت نظره، وهذا يخل بالصلاة. لا. ولهذا لما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على خميصة لها أعلام ونظر إلى أعلامها نظرة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإرسالها إلى أبي جهم، وقال أتوني بجنية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. فإذا قدر أن الإمام لا ينشغل بذلك لكونه أعمى أو لكون هذا الأمر قد مر عليه كثيرا فلا تفت إليه، فإننا لا نرى بأسا أن يصلى عليها منكوسة أو غير منكوسة. لا نعم.